وللشاعر او الراوي او اخونا تركيز عبد الله بن شجاع الكرشمي، حياك الله مشاجر لك للقاء ان شاء الله الاسابيع القادمه. جزاك الله خير يا ابو محمد، واشكر لكم حقيقه زيارتكم لمدينه ساجر، وحقيقه هذا يعني نعتبرها شرف لنا، وايضا في محل اخينا ابي ناصر عياد بن غازي جزاك خير، اخ عزيز وهو اخوانه وعيال عمه، ايضا هو يحب الشعر ابو ناصر، ما اكيد يحب الشعر، لكن يمكن الليل عشان هو عزمنا ما وده شاعر خليل عنده بعدين. اي نعم، فالشكر له منصور، والشكر لكم انتم على هذه الزياره الميمونه، واشكر الاذاعه السعوديه على اتاحه هذه الفرصه الحديث حول هذه الجوانب التي اطلقت عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى اللقاء ان شاء الله في الاسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المشرع إعداد وتقديم ناصر السكران، إخراج عبد الله المنصور. إذاعة الرياض، صوتك مسموع.